سنتينيل أحسن؟ حراستك ستبدأ في أول الليل وأنت ستحرس في النهار. أحرس من تلك الجهة. أحسنتم أحسنتم. هيا هيا اضرب بقوة أكبر. أقوى قليلا. تعال إلي. هيا بسرعة. لا أريدكم أن تدعوا شيئا يفلت من عيونكم. أحسنتم لقد حان. أحسنت لنبدأ. أحسنتم أحسنتم. اضربا بقوة أكبر. مرحبا يا بطل. هذا رائع. أحسنت أحسنتم. هذا رائع. لماذا أنت حزين؟ ما الذي يزعجك؟ كان والدي سيأخذني إلى الصيد لكنه لم يأتي بعد. جيد جيد هذا رائع. لابد أنه مشغول قليلا. قد يكون ذهب بعيدا. أحسنتم. إن علمت إلى أين ذهب كنت سأخبرك متى سيعود. أحسنت. دعنا نحاول. ألا تعرف إلى أين ذهب؟ أحسن. ذهب لضرب الأعداء. رائع. أين؟ ذهب إلى قلعة كاراجيسار. ذهب إلى القلعة إذن. اسمع ما سأقوله. لا تحزن أنت. لدي خبر جيد لك. الحصان الطائر. هل سيأتي؟ نعم. إن سمع أحد فهو لن يأتي أبدا. إن كنت تريد أن تراه تعال إلى الشجرة الكبيرة خلف القبيلة. سوف أنتظرك هناك. أنت ستقوم بصيدك الأول على ظهره. لكن إياك أن تخبر أحدا وإلا سيطير. حسنا حسنا. أحسنتما. إياك أن تنسى. بدل لباسك هذا ولا تنسى أن تأتي لوحدك. إن علم شخص آخر سيطير الحصان. اتفقنا؟ اتفقنا. سآتي دون أن يعلم أي أحد. أحسنت. اذهب إلى الخيمة وتجهز. سأنتظرك عند الشجرة الكبيرة. خيرا داريوس. خير. كنت أتحدث مع غوندوز. داريوس يقص علينا حكايات جميلة. حسنا إذن. يا أبطال
سيدي، لقد وصلتكم هذه الرسالة. أرطغرل يعلم كل شيء، ينوي الهجوم على القلعة ليلى. سأحضر لك ابنه جوندوز اليوم، صديقك تيتان. أتفعل هذا بعد أن أنقذت صديقك؟ اللعنة عليك أرطغرل! لن تجرؤ على هذا طالما ولدك في يدي. أكل شيء بخير؟ قلت تحبين الأطفال وأن أخاك كبر على يديك. اليوم سأعطيك طفلا كي تقومي بتربيته، سيكون فارسا لنا من دم تركي، وستكونين أم هذا الفارس. Yom vereyim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgeli çek ağacın kesilmesin. Kan gibi akan görklü suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Koşarken akboz atın sürçmesin. نعم والحمد لله. سافجي لا يشبه جوندوز أبداً، ما شاء الله، لا يقف ولا يهدأ، ما شاء الله. لو أنك رأيت أرطغرل، كان دائماً يهلكنا نشاطه. الششيك، أين هو جوندوز؟ قال إنه يريد النوم سلطانة. لقد نزع ملابس المحاربين. لم يكن ينزع ملابس المحاربين عنه. إلى أين ذهب هذا الفتى؟ قبعته أيضا هناك. كلا أمي، هذا ليس علامة خير أبداً. يجب أن أذهب وأبحث عن جوندوز، وإلا لن يرتاح قلبي. توقفي، توقفي، لا تقلقي ابنتي. اذهبي وأنا سأبقى بجانب سافجي، لكن تفائلي بالخير يا ابنتي. أنا أيضاً سأتي معك سلطانة. الششيك، أنت اذهبي ناحية المرعى وأنا سأذهب إلى ساحة التدريب. أمرك سلطانة حليمة. هيا بنا حفصة.